نجي على موضوع جديد اللي هو بلوك دايجرام، موضوع كلش سهل وحلو، وهذا الفيديو راح يتكون إلى أجزاء ونحل بيه أمثلة. من أنا وغادي المواضيع اللي راح تيجي كلها سهلة، بس أنا راح أشرح بلوك دايجرام، وراها أسوي فيديوهات للأس أف جي، وراي خلاص، لأن أنا سويت فيديوهات للستيدي ستيت إيرور، وسويت لل تايم أناليسيس مال الزيتا والأوميجا إن قوانين مالتها. بالبلوك دايجرام أكو قوانين ثابتة نمشي عليها، إذا لقينا مثلا هاي عندنا G1 G2 هذني يعتبرن توالي، فنقدر نسوي بلوك واحد اللي هي G1 G2 بس عملية ضرب بيناتهم. هنا مثلا عندنا X، هنا عندنا input Y، هذا التوالي. التوازي شلون يصير؟ عندنا هنا بلوكة، هنا عندنا همين بلوكة مثلا، يجتمعون بشنو؟ نسيت أنا أقولكم على شيء أهم من هذا الشيء. المهم خلينا نكمل. هاي ناس زايد يجتمعون بهاي السامينج بوينت، هنا اكس هنا يطلع واي. هاي مثلا عندنا جي 1 هذا جي 2، بالتوازي شنو؟ ما نجمعها، لا نعتمد على الإشارة، لو جمع لو طرح. هسه هذا نسويها أول شي بلوكة واحدة، هاي أول خطوة. نجي على جي 1، شنو إشارتها؟ موجبة، أنزل جي 1، هاي إشارتها موجبة. جي 2 شنو إشارتها؟ موجبة، أنزل زائدا جي 2. يعني اذا هذا كان سالب نكتب سالب جي 2 يجي على الاشاره، مو دائما جمع. زين، اكو شغله مهمه قبل لهذا الشيء، نقطه تقاطع واير بواير ثاني، هاي النقطه هذا واير وهاي نقطه تقاطع واير ثاني، هاي يسموها بيك اوف، بيك اوف بوينت. زين، والدائره اللي يجتمعون بيها الوايرات مثلا هذا واير هذا واير ويخرجوا منها، هاي الدائرة شو يسموها؟ يسموها سامينج بوينت، نقطة التجميع يعني. مثلا هذا الشيء بس نعرفه، أنا لو مثلا موجب أو سالب على حسب الشيء. هسه عرفنا التوالي، بلوكة بصف واحدة لوك بس عملية ضرب. التوازي شرط أن يكون السهم هذا، يعني احنا شلون نعرف توازي؟ لو على موقع الطوبة هاي، لو على موقع السهم. هسه نشوف ان انا اول عندي الانبوت، دائما الانبوت يصير من اليسار لليمين، هذا الانبوت دي يتجه الانبوت هو من اليسار لليمين، وهذا السهم دي يتجه من اليسار لليمين، اذا هذا شنو؟ توازي وليس فيدباك. بس خلي شوي فوكس. ايه، اذا هذا توازي وليس فيدباك، او تقدرون تعرفوه من موقع الدائره، ما طول الدائره على يبدا صايره، اذا هذا شنو؟ توازي. الاسهل لكم تتبعون اتجاه السهم، شوفوا اتجاه السهم وين رايح، ما طول يروح باتجاه الاوتبوت، اذا هذا توازي. الفيدباك بعدين نوصل له يصير عكس هذا الشيء. زين، خلينا نجي ناخذ الفيدباك. مثلا عندي نفس هذا بالضبط، لاحظ اسمه بس اغير شيء بسيط، هاي جي 1 هاي جي 2، هذا الانبوت هذا الاوتبوت. شنو صار الفرق؟ ها طبعا هذا اشارته موجبه، هذا خلينا نقول مثلا اشارته سالبه، غير بس الاشارته. الفرق او شو الاشاره تغيرت؟ هذا عادي ما يهمني. الفرق اللي يهمني اللي شنو؟ السهم اتجاهه تغير. شوف هسه هذا الاوتبوت دي يتجه من اليسار لليمين، دي يروح بهذا الشكل، هذا الاوتبوت. هذا السهم دا يرجع من هنا، دا يروح يتجه لهنا، دا يرجع وين؟ للانبوت. ما طول راجع، اسمه فيدباك، من اسمه ده يرجع فيدباك، او نقدر نعرفه من موقع الدائره، ما طول على اليسار، اذا هذا فيدباك. فالسهم اللي يتجه للاوتبوت هذا توازي، السهم اللي ده يرجع للانبوت هذا فيدباك. وقانون الفيدباك شنو؟ جي على واحد موجب ناقص جي اتش. شنو الجي شنو الاتش وشنو موجب ناقص؟ البلوكه اللي هي على المسار الانبوت، اقصد على المسار من الاوتبوت للانبوت، هاي اسمها جي، هاي هي تسمى جي. البلوكة اللي هي صارت بالواير مال فيدباك، هسه هذا الواير مال فيدباك، هذا هاي ممكن تكون لي جوا او ممكن تكون لي فوق، نفس الشيء اذا ارسمها لي جوا او لي فوق نفس الشيء. البلوكة اللي صار على هذا المسار مال فيدباك هي شنو؟ هي الاتش. زين، هسه عرفنا الجي اللي هو هاي البلوكة تصير على الواير مال الاصلي اللي مسار مال الانبوت اوتبوت. الاتش قلنا هي البلوك اللي تصير على الواير مال فيدباك، والفيدباك ممكن يكون جوا او فوق عادي نفس الشيء. نيجي على الموجب والناقص، هنا الاشاره شنو؟ سالب، اذا سالب اخذ عكس الاشاره موجب،
إذا هاي كانت موجب آخذ هنا سالب، عكس التوازي. التوازي مشيت على الإشارة، بس هنا بالتوازي قلت هذا الجيوان إشارته موجبة نزلته موجب جيوان، الجيتو إشارته موجبة نزلته موجب جيتو. زين هنا بالعكس أمشي عكس الإشارة، يعني صار إذا طبق القانون إيش راح يصير؟ الجي وان شنو عبارة عن شنو؟ عبارة الجي عبارة عن شنو؟ عبارة عن جي وان. الواحد هذا شيء ثابت من القانون. هنا ايش اكتب موجب لو ناقص؟ اكتب موجب. ليش موجب؟ لهنا سالب اخذ عكس الاشارة. الجي شنو هو؟ عبارة عن جي وان. والاتش شنو هو؟ عبارة عن جي تو. هذا طبق قانون الفيدباك، او واحد مقامات، هذا مقام واحد، هذا مقام واحد، هو صمت واحد المقامات، شو اسوي؟ المهم هذا هو طلعت لي بلوكة النهائية، تروح هاي صمك وايد لين بعد بسطتها جي 1 واحد زائد جي 1 جي 2. هذني القوانين. هسه عرفنا التوالي، عرفنا التوازي، عرفنا ذني الاسامي مالتها، وعرفنا قانون الفيدباك. زين خلينا نجي ناخذ المثال بسيط قبل لا ناخذ التناقلات مال الوايرات، الواير لما ينتقل الاتجاه، هذا لما ينتقل شيء. ناخذ مثال بسيط قبل لا ناخذ مثال، اكو شغله بس اريد اقول لكم اياها. اذا هذا كان هيج، عندنا هاي البلوكه، عندنا هاي جي 1، هذا عندنا الانبوت، هذا الاوتبوت، وعندنا هيج. هذا شنو هذا؟ هذا فيدباك. ليش؟ لان السهم اللي تشوفوه راجع للانبوت. زين خلينا نفرض هاي اشارته مثلا هنا أنا موجبه. زين اذا اريد اطبق قانون الفيدباك، القانون الفيدباك قلنا شنو؟ جي على واحد زائد او ناقصا جي اتش. وين الجي؟ هذا الجي، هذا هو الجي. وين الاتش؟ هذا الاتش. بس هنا الاتش ما بي بلوكه، اذا الاتش ايش قد راح يصير قيمته؟ قيمته واحد. لما تشوفون واير ما بي بلوكه، هذا قيمته واحد. هذا الحكي مو بس للفيدباك، الحكي هذا يطبق على التوازي. هسه نيجي نشوف شلون على التوازي. هسه لو نطبق قانوننا مال الفيدباك، الجي هو ايش قد؟ جي 1. موجب لو ناقص اخليه ناقص. ليش؟ او شيل واحد اخليه. ليش ناقص؟ هنا اشارته موجبه فاخليه ناقص. جي اتش، هذا جي قلنا شنو؟ جي 1. الاتش هو ايش قلت؟ واحد. اذا جي 1 في واحد، هذا هو قانون فيدباك. بالنسبه للتوازي هم نفس الشيء، بس لا ارسم هنا هاي جي 1، هاي السمك بوينت، هاي موجب مثلا، هنا السالب، هذا الار وهذا السي. اول شيء هذا فيدباك لو توازي، راح نقول توازي. ليش؟ لان اتجاه السهم تشوفوه رايح للاوتبوت، فهذا توازي. اجي اطبق قانون توازي، اول شيء ارسم البلوك اللي راح تنجمع. الجي 1 شنو اشارته؟ موجبه. اذا اكتب جي 1 موجبه، ما اكتب الاشاره لان هي موجبه. هذا شنو قيمه الواير؟ ما بي بلوكه، هذا قيمته واحد. الواحد هذا شنو اشارته؟ سالبه. اذا جي 1 ناقصا واحد. هي شيء راح ينكتب، هذا الار هذا السي. بالتوازي نمشي على الاشارات ونشوف الواير ما تشقد قيمته. بالفيدباك نمشي عكس الاشارات ونشوف الواير ايش قد قيمته. هذا قانون بس انزل اشاراتهم لو جمع لو طرح. هذا قانون نهاياته، هذا القانون مالته. زين نيجي على هذا المثال البسيط. هذا المثال ما يحتاج اي تناقلات بالوايرات، احنا لحد الان بعدنا ما متعلمين شلون نتنقل بالوايرات. احنا متعلمين بس قصدي هنا بالفيديو بعدنا ما واصيله. زين اول شيء هنا فكرتنا للحل شنو؟ دائما دائما باي حل سؤال دائما نشوف على التواليات، نشوف يا بلوكات بيها توالي نحاول نتخلص من عندهن. هسه عندنا هذا 100% ذولا توالي صح؟ اذا راح يصيرون ار، راح يصيرون بلوكه واحده الى شنو؟ جي 1 جي 2. وهنا عندي هذا الجي 4، وهذا عندي هنا سالب. هسه هنا ايش عندي هنا؟ هذا عندي هاي البلوكه جي 1 جي 2، هذا عندي فيدباك صح؟ لان راجع السهم دي يبدي من هنا انطلق لهنا، وهذا هم عندي فيدباك هم راجع. هذا فيدباك جات قيمته جي 4، هذا فيدباك جات قيمته 1. اذا لو اقدر اسوي هذا اول شيء فيدباك بعدين اسوي هذا، او اقدر اسوي هذا بعدين اسوي الفوق، راح ابدي ويا الفوق. قانون الفيدباك عندنا قلنا هذا عباره عن شنو؟ هذا عباره عن الجي، هذا عباره عن شنو؟ هذا عباره عن الاتش. الفيدباك دائما الاتش هو البلوك بالواير الراجع، هذا هو الواير الراجع، هذا هو الفيدباك، فهذا هو الاتش. القانون جي على واحد موجب ناقص جي اتش يؤدي الى الجي قد قيمته جي 1 جي 2. الاتش قد قيمته؟ اول شيء انزل الواحد،
اخلي موجب لو ناقص، اخلي موجب. ليش هنا اشارة سالبة؟ فيصير موجب. الاتش ايش قد قيمته؟ جي فور. اول شي اكتب جي ون، هذا واحد خليت موجب جي اللي هو شنو؟ جي ون جي تو. والاتش ايش قد مضروب فيه؟ جي فور. اذا البلوكة راح تصير بهالشكل جي ون جي تو واحد زائد جي ون جي تو جي فور ار سي. هذا بقالي هذا الفيدباك اللي قد شارته موجبه. هسه تخلصت من هذا الفيدباك، اجي على هذا. هذا اول شيء هذا هو عبارة عن الجي، وهذا الواير هو عبارة عن الاتش. الاتش ناقص قد قيمته؟ قيمته واحد، لان مجرد عن واير. زين اطبق القانون اللي هو جي على واحد موجب ناقص جي اتش، يؤدي الى الجي جيت هذا جي جي 1 جي 2 واحد زائد جي 1 جي 2 جي 4. اخلي الواحد موجب لو ناقص ناقص، لان الاشاره موجبه فخلي ناقص. الجي اللي هو هذا جي 1 جي 2 واحد زائد جي 1 جي 2 جي 4 مضروب بالاتش. الاتش جيت قيمته واحد، اذا مضروب هنا في واحد ما راح اكتبه لان ما ياثر على شيء. اذا هاي طلعت لي، هاي ما يصير نعوفها هيك، لازم نبسطها. شلون نبسطها؟ واحد مقامات. خلوا بالكم كل ما توحدوا مقامات بالفيدباك لازم يطلع لي اختصار. شنو الاختصار يطلع لي؟ هسه نشوف شنو. هذا مقامه، هذا جزء مقامه هذا، وهذا الواحد مقامه واحد، واحد مقامات. اول شيء هذا راح انزل هياتين جي 1 جي 2 واحد زائد جي 1 جي 2 جي 4. هذا نزل هنا، اجي على ذول جوا. هذا في هذا خلي خط كسر، هذا في هذا نفسه واحد زائد جي 1 جي 2 جي 4. زين هذا في هذا ينزل نفسه واحد زائد جي 1 جي 2 جي 4. وش نزل الشارت الوسط هنا شنو؟ سالبه. هذا سالب واحد في هذا، واحد في جي 1 جي 2 يطلع لي نفسه جي 1 جي 2. الاختصار وينه؟ هذا هذا اللي اختصر وهذا اللي اختصر. هذا قصدي بالاختصار. شو بقى لي؟ بقى لي هذا على هذا. إذا تبقى لي معادلة الأخيرة اللي هي جي 1 جي 2 واحد زائد جي 1 جي 2 جي 4 ناقصا جي 1 جي 2. هاي هي البلوكة الأخيرة طلعت لي. هذا هنا الأوتبوت سي، وهنا الأنبوت آر. هذا هو مثال بسيط. هنا راح أكمل اللي يخلص الفيديو، بالفيديو اللي وراه راح نتعلم شلون ننقل الوايرات أو ننقل البيك أوف. هو طبعا بالنقل لو ننقل البيك اوف، لو ننقل السامينج بوينت، واحنا قلنا هذا هو اسمه البيك اوف وهذا اسمه السامينج بوينت. هذين الاثنين ننقلها وفقط. بس يخلص الفيديو هذا. الى اللقاء.